بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. اليوم محاضرتنا في مادة الجنرال مايكروبيولوجي، محاضرة رقم 9، البايوفيلم. الناتشر مايكرو أورغانيزم سيلدم ليف إن ذا إيزوليتد سينجل سبيشيز كولونيز ذات وي سي إن لابوراتوري بليتس. يعني أنا بأزرع في المختبر على أساس ميكروبات متجانسة أو يعني نفس النوع. They more typically live in community called biofilm. ممكن تتعيش في تجمعات متعاونة في بسميه البيوفيلم. This fact was not well appreciated until development of confocal microscopy made the three-dimensional structure of biofilm more visible. يعني هذه كانت كلها الحاجات هذه يعني مجهولة إلى أن تم اختراع الكونفوكال مايكروسكوبي اللي هو بيطلع صور ثلاثية الأبعاد. هذه طبعا بينت البايوفيلم. سيل تو سيل كيميكال كوميونيكيشن allows bacteria to coordinate their activity and group together in communities that provide benefit, not unlike those of multicellular organism. يعني في بكون تعاون بين الخلايا البكتيرية، بكون انتقال الغذاء من خلية لخلية، أو انتقال الويست اللي هو الإخراج خارج الخلية. هذا طبعا منظر للبيوفيلم، عبارة عن ميكروبات متجمعة، وقلنا الماتريكس عبارة عن بوليساكرايد وبيوجيل. وفي طبعا ما بيكونش التراكم فوق بعض، بيترك فراغات بينهم في بين الخلايا، علشان ايش؟ يسمح لدخول الغذاء نيوترينس واخراج الويست الاخراج، وبتترك فراغات. طيب طبعا بعض المجموعات المتطرفة هذه او الطرفانية هذه ممكن تنفصل وتنطلق الى تعمل بايوفيلم تاني. فطبعا هذه تلتصق قلنا زي ما قلنا في أسطح زي الاستومك وزي البرك وزي السيوج المجاري والحاجات هذه، وبتكون مجموعات متعاونة. Therefore biofilm are not just bacterial slime layer but biological system. يعني في تعاون بينهم من ناحية الغذاء ومن ناحية إخراج. The bacteria are recognized into the coordinate functionally community. يعني في تعاون من ناحية الوظائف، وظائفة الحماية، حماية بعضهم على أساس إن ما فيش بيسترش فيها المضادات الحيوية ولا المناعة إذا كانت في جسم الإنسان، ومناعة الشخص اللي في الكوميونتي هذه أو البيوفيلم. بيوفيلم are usually attached to the surface such as rocks الصخور في البرك، human tooth اللي هو أسنان الإنسان، وميوكاز ممبرين والجدار المخاطي. This community might be of a single species or a diverse group of microorganisms. يعني ممكن يكون نوع واحد من أنواع الميكروبات أو أنواع مختلفة متعاونة متجانسة. Biofilms also might take other more varied form. يعني ممكن تأخذ أشكال مختلفة.
The flock that form of in certain types of sewage treatment is an example. برضو المجموعات اللي هي في المجاري ممكن تكون البيوفيلم هذه. In fast flowing streams, the biofilm might be in the form of the filamentous streamers. يعني لما يكون التيار قوي اللي هو فيه البيوفيلم فبيعمل على أشكال فيلمنتس خيوط أساس يقاوم اندفاع التيار. Within a biofilm community, the bacteria are able to share nutrients. يعني ممكن تتعاون مع بعض وتشارك في الغذاء. And shared from the harmful factors, برضو الحاجات اللي هي غير ملائمة للنمو يعني بتشارك فيها مقاومة مثلا الحرارة, مقاومة البي اتش, مقاومة الحاجات اللي هي ضد النمو البكتيريا هذه. Such as description, antibiotics and the body immune system, برضو بتتعاون في الدفاع ضد المضادات الحيوية والجهاز المناعي للإنسان أو للشخص. A biofilm usually begins to form when free swimming planktonic bacteria attach to the surface. يعني مجرد انه في حاجة او بكتيريا تعلق في حاجة معينة فممكن يتكون مجموعة البيوفيلم او البكتيريا. If these bacteria grow in a uniformly thick monolayer, they would become overcrowded. Nutrient would not be available in the lower depths and toxic waste could accumulate. يعني إذا كان النمو متواصل وفوق بعض وما بتركش فراغات زي ما قلنا إنه بيترك فراغات عشان حركة التيار فبيقتل بعض, يعني بصير التراكم هذا بصير اوفر كراودد وبصير عندي عدم استقبال الغذاء وعدم خروج الويست او الاخراج. مايكرو اورجانيزمز ان بايوفيلم كوميونيتي sometimes avoid these problem by forming pillars. يعني بتعمل أعمدة بتحفظ أو بتخلي تيار يدخل بينهم على أساس أنه يجيب الغذاء ويأخذ الإخراج. Like structure with channels, يعني بيعمل أعمدة وبيعمل قنوات على أساس مرور الغذاء. Between them, through which water can carry incoming nutrient and outgoing waste. يعني بيسمح لي دخول الغذاء وخروج الإخراج. This constitute a primitive circulatory system. هذه طبعا تعتبر جهاز دوري بسيط أو مبدئي أو بدائي. Individual microbes and clumps of slime occasionally leave the established biofilm and move to a new location where the biofilm becomes extended. يعني قلنا احنا المجموعات الصغيرة المتطرفة هذه او الطرفانية ممكن تترك مع التيار تترك المجموعة الكبيرة هذه وتنطلق وتكون بيوفيلم جديد. The microorganism in biofilm can work cooperatively to carry out complex tasks. يعني ممكن تتعاون مع بعض كلها في الدفاع عن المجموعة. For example, the digestive system of ruminant animals, اللي هي الحيوانات المشترة اللي هي زي الأغنام وزي الأبقار, such as
cattle require many different microbial species to break down cellulose. يعني زي الحيوانات هذه والأغنام والأبقار ممكن تحتاج إلى بكتيريا بتساعد على هضم السيلولوز أو بتفرز السيلوليز إنزيم السيلوليز اللي بيهضم السيلولوز. طبعا هذه منفعة للحيوانات هذه. The microbes in ruminant digestive system are located mostly within biofilm community. هذه طبعا الحيوانات تحتوي في الاستومك وفي الأمعاء على البايوفيلم أو مجموعات البايوفيلم اللي هي ممكن تساعد الحيوان في هضم السيلولوز. Most laboratory methods in microbiology today use organisms being cultured in their planktonic mode. يعني معظم المختبرات برضو تتجه إلى زراعة البكتيريا على أساس يعني تجمعات زي البيوفيلم. However, microbiologists now predict that there will be an increasing focus on how microorganisms actually live in relation with another and that this will be considered in industrial and medical researches. يعني ممكن صار الأنظار يعني بعد اكتشاف البيوفيلم انه البكتيريا لما تتجمع مع بعض بتزيد نشاطها وبتزيد دفاعها عن نفسها وممكن استخدموها في الاندستري او في الصناعات او انتاج الحاجات زي الكحول والاسيتيك اسيد والحاجات هذه. نيجي لموضوع تاني اللي هي الكلتشر ميديا المزارع. A nutrient material prepared for the growth of microorganisms in laboratory is called culture media. يعني الميديا اللي احنا بنحضرها لتغذية أو نمو البكتيريا بسميها culture media. Some bacteria can grow well on just about any culture media. Other require special media and still other cannot grow on any non-living medium yet developed. يعني ممكن انه احنا في بعض البكتيريا بتنمو على اي ميديا زي مثلا البلاد اجار. بلاد اجار جنرال بيربس ميديا. وسم ميديا يعني سم مايكرو اورجانيزم لازم بده سبيشال او سيلكتيف ميديا زي الماكونكي مثلا او الايكولاي او الجرام نيجاتيف تنمو على الماكونكي. وبعضها ممكن ما ينموش خالص على اي ميديا. Microbes that are introduced into the culture media to initiate growth is called inoculum. المسحة أنا اللي باخدها وبزرعها على الميديا بسميها inoculum من الكلينيكال samples. The microbes that grow and multiply in or on culture media are referred to as the culture. يعني الميكروب اللي أنا بنزرع على السطح الميديا أو inside أو في on أو في in. يعني on الميديا و in ميديا هذه بسميها culture. النمو هذا اللي بيطلع بسميه culture. Suppose we want to grow a culture of certain microorganisms, perhaps the microbes from particular clinical specimen. إيش يعني clinical specimen؟ يعني العينات اللي بتطلع من المريض يعني حاجة طبية. يعني زي مثلا اليورين زي التروت سواب زي الباس الحاجات هذه كلها اللي بتطلع من المريض وبزرعها بسميها clinical specimens. What
criteria must the culture medium meet. يعني إيش الصفات اللي أنا لازم أوفرها للبكتيريا هذه. First, it must contain the right nutrient for the specific microorganism we want to grow. يعني أنا بدي أحدد إيش الميديا اللازمة للميكروب هذا. يعني مثلا إشريشيا كولاي بدها مكونكي أغار. أي حاجة ممكن تنمو على الجنرال بيربز زي بلود أغار. It should also contain sufficient moisture. يعني بدها رطوبة مناسبة. A properly adjusted pH. برضو الـ pH تكون مناسبة لنمو هذا الميكروب. And suitable level of oxygen. برضو يكون في أكسجين مناسب لنمو هذا الميكروب. Perhaps none at all. يعني لازم يكون من الشروط اللازمة لنمو ميكروب معين لازم يكون في مويستشر وفي نسبة البي اتش مضبوطة حسب نمو الميكروب وفي أكسجين مناسب. The medium must initially be sterile. That is, it must initially contain no living microorganism. يعني الميديا اللي أنا بحضرها لازم تكون استيرايل ما فيهاش ولا حاجة عشان أنا لما أجيب العينة وأزرعها أتأكد إنه الميكروبات هذه اللي طلعت تكون من العينة مش contaminated من طرف تاني أو حاجة تانية. So that the culture will contain only microbes we add to the medium. يعني لما تطلع البكتيريا ان هذه البكتيريا جايه من العينه نفسها مش من contamination من الميديا. Finally, the growing culture should be incubated at a proper temperature. في النهايه انه الانكيوبيشن تبع البكتيريا او درجة حرارة التحضين تكون مناسبة لهذا الميكروب. A wide variety of media are available for growth of microorganisms in laboratory. في عندي عدة انواع من الميديا طبعا حسب النوع وحسب النوع الميكروب وحسب ايش اللي موجود جوا في الميديا انواع مختلفة كتيرة جدا. بس ايش الحين صاروا يعملوها على اساس انها باودر. الباودر هذا في المكونات وبحط عليها المية وبغليها وبعدين بعقمها في الاوتوكليف. Most of these media which are available from commercial sources have premixed component, يعني بتكون على شكل بودرة, and require only the addition of water and then sterilization. When it is desirable to grow bacteria on a solid media, solidifying agent such as agar is added to the medium. يعني أنا حطيت أنا النيوترينتس في الميديا وبدأ أحط حاجة عشان تربط هذه المكونات مع بعض بأستخدم الأغار. A complex polysaccharide derived from marine algae, agar has long been used as a thickener in foods such as jelly and ice cream. يعني عشان أربط أنا المكونات هذه البيبتون والبروتينات والحاجات هذه اللي أنا بدي أقدمها للميكروب أربطهم في بعض أحط عليهم الأغار اللي هو مستخرج من الطحالب الحمراء في البحر. Agar has some very important properties that make it valuable to microbiology, and no satisfactory substitute has ever been found. يعني الأغار هذا
متميز بخصائص غير متميزة غير موجودة في مواد أخرى، وهي منذ القدم بيستخدموا الأجار وما بغيروهوش. Few microbes can degrade agar so it remain solid. يعني نادر جدا من الميكروبات انها بتعمل digestion او هضم للأجار، عشان هيك بيستخدموا وبتضل solid. Also agar liquefies at about 100 درجة مئوية and at sea level remains liquid until the temperature drop to about 40. يعني هي احنا بنسخن لمدة لدرجة حرارة 100 بسيح، بسيبه يبرد ل 40 بتجمد وبياخد الشكل اللي انا بدي اياه. هذه ميزة طبعا ما مش موجودة في مواد اخرى. Agar media are usually contained in test tube or petri dish. يعني أنا ممكن أحطهم في أنابيب على شكل مثلا سلانت أو ستاب، وممكن أحطهم في البتري ديش بياخذ الشكل اللي أنا بدي إياه. The test tube are called slants when they are allowed to solidify with the tube held at the angle so that a large surface area for growth is available. طبعا انا بحطه في انبوبه او بتري ديش او الوعاء اللي انا شايفه مناسب للنمو. When agar solidifies in a vertical tube it is called deep. يعني ممكن ستاب وديب وسلانس، والحاجات دي كلها أشكال مختلفة من أشكال الأنابيب، وممكن البتري ديش طبعا. هذه طبعا ميديا اسمها ماكونكي أجار، عليها الشريشيا كولاي اللي هي بتاخد البينك كولر، وهذه طبعا نتيجة التفاعلات اللي بتكون موجودة على الميديا. هذه بسميها لاكتوز فيرمنتر، يعني البكتيريا لاكتوز فيرمنتر، يعني بتعمل فيرمنتيشن لللاكتوز وبتطلع الاسيد، والاسيد بيعمل مع الميديا اللون الاحمر هذا. هذه طبعا فحص الموتيليتي، طبعا الانبوبه اللي على الشمال هذه موتايل، ان انا بفحص انه البكتيريا موتايل ولا نون موتايل، والبكتيريا اللي في الانبوبه اللي على اليمين هذه نون موتايل. وهنا طبعا في فحص الفحوصات البيوكيميكال زي الاندول مثلا والحاجات هذه بتطلع لون، وبشوف انا تفاعل البكتيريا.